قوات الوطن، القوى الحية بكل فئات حاضرة اليوم باش تعبر بصوت واحد على الاستنكار ديالها الشديد لهذا التواطؤ الدولي أمام الغطرسة ديال الكيان الصهيوني اللي كيقصف الأراضي الفلسطينية، واللي هاد الناس اللي كيتسائلوا ماذا جرى في 7 أكتوبر فليتساءلوا ماذا جرى قبل 7 أكتوبر، وليتساءلوا أكثر ماذا يجري اليوم بعد 7 أكتوبر. 800 ديال الأطفال تم التقتيل ديالهم وأكثر من 2000 شهيد، وأنه دمار شامل ومحاولة دفع الفلسطينيين إلى الخروج من أرضهم من غزة. هناك طلبوا بتقديم المجرمين الصهاينة أمام المحكمة الدولية وإيقاف هذا التقتيل، ونطالب الدولة المغربية لأنه الدولة المغربية خصها تغلق المكتب ديال التواصل، ما بغيناش تطبيع لأنه محاولة من الكيان الصهيوني من أجل يعني عزل القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني سينتصر بالأرض ديالو بالعاصمة ديالها القدس وبعودة اللاجئين وتحرير الأسرى، وإنها لثورة حتى النصر، والشعب المغربي متضامن ونحن ندين التطبيع وندين أكثر هذا الكيان الصهيوني الغاشم الذي يريد أن يقضي نهائيا على القضية الفلسطينية، فليتحمل الكل مسؤوليته. فلسطين لا يمكن يعني الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكون فوق القانون، وأنا الأول لإحقاق كل حقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني باش يرجعوا اللاجئين وتبنى الدولة الفلسطينية بالعاصمة ديالها القدس، ويوقف هذا التقتيل وهذا الاغتصاب ديال الأرض وهذا التدمير. هذه المسيرة الوطنية ضد الاستكبار العالمي للكيان الصهيوني بالتغطية الأمريكية، هذه المسيرة التي دعت لها مكونات مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجبهة الوطنية لمناهضة يعني من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، هذا الخروج، هذا التعاطي، هذا التجاوب هو دليل ورسالة الشعب واستفتاء ديال الشعب على إسقاط خيار ديال التطبيع. المقاومة أسقطت خيار التطبيع وأسقطت خيار الخيانة لليوم الشعب المغربي بهذه المسيرة بمكوناته الحية، أسقط خيار التطبيع. احنا اليوم خرجنا في هبة رجل واحد مع كل أطياف المغاربة، بعد أن فرحنا بطوفان الأقصى الآن نجتمع في طوفان المغرب الأقصى، هذا الطوفان الذي هب بالمغاربة من كل الأقاليم من بعيد ليجتمعوا على قلب رجل واحد بلسان واحد ليقولوا أنهم كانوا وما زالوا وسيظلون دائما مع القضية الفلسطينية، دائما مع الأقصى، دائما وراء المقاومة، وأنهم لا يقبلون هذا التطبيع، وأنهم يقولون بصوت واحد لهؤلاء الذين يريدون أن يصوروا المغاربة على أنهم مطبعين، يقولون لهم المغرب المغاربة الحقيقيون والأحرار هم هؤلاء الذين خرجوا في هذه المسيرة ليعبروا عن حقيقة ما يريدون على أنهم ضد التطبيع، على أنهم مع المقاومة حتى النصر وحتى التمكين إن شاء الله تعالى. اللغة الدبلوماسية عندها واحد العدد ديال المستويات، فهمتي؟ اللغة الدبلوماسية عندها عدد ديال المستويات. أمام هذه المذابح ماذا تنتظر الحكومة المغربية للطرد؟ هو أضعف الإيمان، للطرد ممثل اللي هو في مكتب التمثيلية الصهيونية في هذه البلاد، ماذا ننتظر؟ نحن نطلب أكثر بكثير، نطلب إغلاق هذا المكتب، نطلب فسخ جميع اتفاقية التطبيع، وجينا لنعبر عن هذا اليوم استنكارا لما يجري حاليا في غزة من مذابح رهيبة ضد الشعب الفلسطيني التي هي تعتبر محاولة إعادة نسخ نكبة 48، ولكن هذه المرة بوسائل 100,000 مرة أقوى مما كانت آنذاك. ونكبة في الحقيقة لم تتوقف في يوم من الأيام بمستويات مختلفة، ولكن هذه المرة هي يعني نكبة يعني من مستوى كبير جدا، ونخاف كثيرا من طرد يعني، ولو شعب فلسطيني تعلم كثيرا يعني من النكبة وسيصمد على أرضه. جينا لنستنكر هذه الجريمة الإنسانية يعني وتطهير العرقي التي تتحول يوما بعد يوم إلى جريمة أكبر، لأن هي إبادة جنس، إبادة جنسية للشعب الفلسطيني.